ايه؟ انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبد؟ ولا لاحس ولا نيلة، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا، هنهي الحوار مع بنت الكئيبة دي واجي لك. قشطة. أمن المنطقة. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول للبرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتتدفتر تنقرة. انا مش واحدة لا مؤاخذة تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسيناس ومحترمه. لا والصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا مش سنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش. وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرحه. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات الانبساط وعدت له الحسنات حسنه حسنه واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره وغيره وغيره؟ يا نوال ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم تعوم نقول من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا استاذ نوال، ساعه شيطان ما تشيليش نفسك. هما الرجاله كده، جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى، خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله.